سؤال آخر، ما حكم اللعب بالورق، الورق الكوتشينة يعني، مش على فلوس كده يعني، مجرد الله. السؤال، ما حكم اللعب بالورق؟ الجواب، لا ينبغي اللعب بالورق ولو بغير قمار، لكونه ذريعة إلى الميسر المحرم، ولكونه مما يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، فأدنى أحواله الكراهة مكروه، والنهي عنه نهي ذرائع مخافة أن يفضي إلى الميسر المحرم، وقد يغض الطرف عن القليل منه على سبيل الترويح، ولكنه لا يليق بأهل الدين وأصحاب المروءات. فإن كان الأمر على مال فقد تحقق التحريم، هو الميسر المحرم بلا نزاع. لقد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين عن لعب الورق إذا كان لا يلهي عن الصلاة ومن غير أموال. نعم، فأجابت، اللعب بالورق لا يجوز ولو كان بغير عوض، لأن الشأن فيه أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وإن زعم أنه لا يصد عن ذلك، ثم هو ذريعة إلى الميسر المحرم بنص القرآن، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذه اللعبة لها أثر على المجتمع، فإن روابط المجتمع السليم تتحقق بأمرين، اتباع أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، ويتفكك المجتمع بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات. هذه اللعبة من العوامل التي تؤثر على المجتمع، سبب في ترك الصلاة جماعة، ينشأ عنها التباعد والتقاعد والتقاطع والشحناء والتساهل في ارتكاب المحرمات، كما أنها مورثة للكسل عن طلب الرزق. والله أعلم.